محمد نديم طالب في مدرسة في كابول، لكنه يتحول إلى رجل أمن داخل المدرسة مرة كل شهر. أنا أحرس الطلاب وأفتشهم مرة في الشهر من أجل منع انتشار الفوضى، كما أمنع أي طالب من محاولة خرق قانون المدرسة. إجراءات تفتيش الطلاب من قبل زملائهم باتت ملزمة بقرار حكومي بعد استهداف عدد من المدارس والطلاب، لكنها لا تقتصر فقط على التفتيش، بل هناك دوريات في ملعب المدرسة كما تسجل أسماء الوافدين. نطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بإحلال الأمن حتى نتابع دروسنا كما في السابق. لقد هاجم أعداء العلم الطلاب برمي حامض الكبريت على وجوههم وأجسادهم. تشهد مدارس الفتيات تحديداً هجمات، فبالإضافة إلى حرق المدارس نقلت مئات الفتيات إلى المستشفى بعد تسممهن بمياه ملوثة. معظم الهجمات تقع في مناطق جنوب وشرقي البلاد حيث تسيطر حركة طالبان، لذلك أغلقت السلطات أكثر من 150 مدرسة في إقليم هلمند بعد أن تلقى عدد من المعلمين رسائل تهديد. هذه التهديدات تترك أثاراً سلبية على النظام التعليمي، لكن من المهم أن يتعاون المواطنون والأجهزة الأمنية معنا. تقول الأجهزة الأمنية أن طالبان ستعمد إلى إغلاق المدارس بعد انسحاب القوات الأجنبية في العام 2014، لكن طالبان تنفي تورطها في أي من هذه الهجمات وتعتبرها حملة لتشويه صورتها. بات الطالب الأفغاني مخيراً بين الحفاظ على حياته أو استكمال علمه، خيار أدى إلى حرمان 200,000 طالب من التعليم معظمهم من الفتيات. علا مكي، BBC.